ممكن اقول لك حاجه حتى قريب حصلت، ان كان كابتن محمود خطيب كلفنا ان احنا شوفوا على حته الاربع سنين دي، بصوا على الناس اللي اشتركوا في الشيخ زايد، في لان هو الفرع الحالي اللي كان موجود بس بالظبط في الشيخ زايد في اوائل افتتاحه بالظبط. بدأنا على طول عمالين نبعت جوابات للناس وخطابات وتنويه وكده، لأن دي فيها هو المبلغ اللي هيخش للنادي في حين في وقت الاستكمال من الناس دي، من يعني اخواتنا اللي هم طالب الأدوية أو اللي هم أعضاء في الشيخ زايد، هيبقى مش مبلغ كبير للنادي، بس الشفافية تقتضي عليك. هو ده بقى الحوكمه اللي بنقول عليها اللي هي في كل المؤسسات المحترمه اللي هو بيتعمل في النادي الاهلي. تمام. ليه؟ هقول لحضرتك، اللي اشترك في النادي الاهلي تاريخ انشاء فرع الشيخ زايد 22/3/2015. تمام. بنفس المنطق اللي كنا بنتكلم فيه، اللي اشترك في النادي الاهلي في الفتره دي في 22/3/2015 باللائحه الجديده اللي اقرت من جامعه يوميه قدامه اربع سنين اللي هي بتنتهي في 2019. تمام. ان هو يعلي اشتراكه من 70,000 وقتها كان اشتراك النادي فرع الشيخ زايد لكام حضرتك العضويه الكامله بقى؟ عنده اربع سنين بسعر العضويه الكامله وقتها. تمام. العضويه الكامله وقتها كانت 120,000. 120,000 جنيه. يعني يدفع له الحق، يعني الكلام ده مستمر لغايه 30/6/2019. تمام. ازاي؟ اللي اشترك في 22/3 يبقى قدامه لغايه 21/3/2019 اللي هو اشترك في 2015. اللي اشترك في شهر 5 في سي 1/5 قدامه الواحد ل 30/4/2019 اربع سنين. الشيخ زايد اللي هو يدفع كام بس؟ يدفع 50,000 جنيه على اللي هو دفعه قبل كده، ويبقى عضو في كل فروع وفي مقر النادي الاهلي عضويه كامله. جميل. وعلى فكره الحمد لله، يعني ودي بتديك ايحاء، يعني بتوضح ازاي ان الاعضاء نفسهم بيلقوا ارتياحا وبيحسوا بالناحيه الخدميه والاجتماعيه وغيره جوه النادي الاهلي، ان بتلاقي جزء كبير من اللي اشترك في فرع عمل ابجريدنج وعلى اشتراكه، يعني كم التحولات اللي حصلت من الشيخ زايد للعضويه الكامله كلها للنادي الاهلي عدد كبير، وما زال الاعضاء بيعملوا الكلام ده. ف يعني انت عندك الحاجتين، انت بتدي لراغب عضويه النادي الاهلي اوبشن اللي هو يشترك في فرع، وفي نفس الوقت بتمكنه ان هو باسهل طرق ان هو يقدر يعلي عضويته ويبقى عضو في النادي كله، في النادي كله بكل بمقره وكل فروعه. بالظبط. بتتكلم في نادي اهلي زي ما حضرتك قلت، اسم كبير، براند كبير، بتقدمه خدمه وكمان بتحدثه في الخدمات، وبتختاروا براندات تليق باسم النادي الاهلي وتليق باعضاء الجماعه العموميه للنادي الاهلي، وايضا هيعود بالنفع الكامل على النادي الاهلي عموما وعلى جماهيره زي ما حضرتك قلت. لكن تعالى قبل ما نتطرق لاحاديث اخرى يا استاذ طارق، حضرتك بتقول ان في